Je vous en prie, salut. Vous avez eu beaucoup de chance d'échapper à l'ensauvagement. Ne dites pas ça, je vous en prie. Ne pas aider un frère est un péché impardonnable. Sachez que nous aurions aimé faire beaucoup. مبادرة حسنة بالنسبة ل مبادرة حسنة. حنا بالنسبة لنا كمواطنين مدينة سازا كنشجعوا هذه المبادرة ونتمناو أن السنوات المقبلة تكون أحسن بكثير من هذه السنة هذه. كيفاش كان تفاعل الناس مع هذا الاجتماع؟ تفاعل إيجابي بالنسبة لهذه السنة هذه. كان تفاعل إيجابي بالنسبة للمواطنين ديال مدينة سازا. إلا تبغيو بحال هذه المبادرة تكون نتمناو أن هذه المبادرة تتكرر عدة مرات. وجبنا حوايج جداد بالنسبه للمهرجانات المقبله. هاد المهرجانات فهي مهمه جدا وعندها واحد الدور اساسي بالنسبه لنشر ثقافه الصوره وثقافه السينما وكذلك تنميه الشخصيه ديال الافراد سواء خاصه بالنسبه للشباب والاطفال من اجل يعني توجيههم نحو مجالات ديال الابداع بدل الانزلاق الى مجالات الانحراف. الحمد لله يعني اتاح واحد الفرصه للشباب بعد انهم يعرفوا السينما بعد طول غياب في المدينه يعني للاسف ما بقاوش قاعات سينمائيه وهذا المهرجان كيحاول كما العاده في الدوره الثانيه والعكس ديال الدوره الاولى الدوره ممتازه جدا عطات واحد الفرصه كبيره للجمهور التازي انه يشوف افلام سينمائيه ويجدد الثقه ديالو والعلاقه ديالو مع السينما في المدينه وبهذا كنشكروا السيد رئيس المهرجان سي قويدر بن ناعم على هذه المبادره الرائعه جدا اللي فعلا هي فرصه للتصالح مع السينما لاننا كما كنعرفوا في الجيل الحالي كل شيء مدابز مع السينما ما كاينش واحد العلاقه قويه مع السينما او الافلام السينمائيه دابا كل شيء بالسوشيال ميديا وهذا المهرجان هذا تاخذ واحد الفرصه كبيره بزاف وكنشكرهم عليه وان شاء الله كنطرحوا الدوره الثالثه تكون افضل وافضل وافضل انها نعالجوا بها مجموعه ديال الاشكالات اللي مطروحه في المجتمع والسينما والصورة وثقافة السينما وثقافة الصورة فهي مهمة جدا بحكم أنها كتخاطب الوجدان والعقل في نفس الوقت على عكس يعني الخطاب يعني المنطوق الذي يوجه أساسا ويخاطب العقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جانا هذا المهرجان تازا جانا مزيان ولكن خصكم تديروا لنا مهرجانات كل عام مدينة تازا اللي هي مدينة نظيفة وخصها تزيد القدام وهاد المهرجانات وهذا خصهم يتقدموا لنا في مدينة تازا الفيلم تاع تازا اللي دوزوا هادي يومين جات لطيفة أحد تفرجت فيه شوية الأفلام تازا ديما يكونوا ماشي مرة ولا جوج استفدنا بزاف الحوايج استفدنا الافلام بزاف واستفدنا شي حوايجات مزيانين وديما خصو يكون هذا الشيء بزاف الحوايجات من هذه الافلام مرحبا بكم عندنا في سازا وقبلوا علينا على هذه الحرارة المهم انا موسم ديال السينمائي عجبنا بزاف الفيلم ديال البارح السينمائي ديال مستوى الله يرحمه ممثلين فيه ديال تازا وقبلوا علينا هادشي اللي كاين كيفاش كان التفاعل ديالكم مع هاد الشاشة الكبيرة؟ زوين زوين بزاف وكلشي كاين كلشي عجبهم كلشي عجبهم والمهم تبغيو هاد البادرة تعاود نبغيو مدينة تازا تتقدم تكون محسن ونبغيو المزيد. Thank you.